التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية اللي تكفل بها رئيس الجمهورية وانت حكيت عليها، وأيضا التدابير الخاصة بالسلطة التنفيذية. يعني مسألة اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار المراسيم، يعني وين ربما تنجم تظهر خطورة هذا الحق اللي منحه رئيس الجمهورية لنفسه؟ على خاطر عنا في الدنيا الكل سلطات مقسمة، برلمانات وانتخابات وتمثيليات وفي العالم الكل. نحن اليوم قدام رئيس الجمهورية، هو توا باش يصدر المراسيم حط فيها اللي يحب بكل بساطة. هذايا باش نربط بمسألة توا اللي قالها الأستاذ المتعلقة بالثقة. خليني نقول كلمة الثقة. كلمة الثقة هذايا هي غير موجودة في قاموس رئيس الجمهورية للأسف. ورئيس الجمهورية من المفروض أنه هو يقرب التوانسة لبعضهم، أنه هو يكون شخص يساهم في تبادل الثقة وفي بيئة صنع وخلق بيئة من الثقة ما بين السياسيين وما بين المواطنين. للأسف لقيناه مش من توا، من أول مبدأ هو كلمة ثقة عمرنا ما سمعناه، كلمة راحة عمرنا ما سمعناه، كلمة نمو عمرنا ما سمعناه، كلمة توافق عمرنا ما سمعناه، كلمة حوار عمرنا ما سمعناهم. وحتى كان سمعناهم نسمعوهم في إطار رفضهم وفي إطار يعني توصيفات سيئة جدا. رئيس الجمهورية غير قادر انه يعطي ثقته لاشخاص اخرين. هذايا انا مانيش محله نفسيه، انا محاميه. ما نجمش نجي نقول لك خاطر فما ناس عندهم هذه ظاهره معروفه عند المحللين النفسيين كي يحللوا لك الشخصيات، فما نوع من الاضطرابات انه الشخص ما يقدرش انه يثق في الناس اللي حوله. وقت اللي انت ما تثقش في الناس اللي حولك شنو هو يؤدي هذا؟ حاجتي. الحاجة الأولى أنك الآخر هو سيء، الآخر هو مخيف، هو غرف مظلمة، هو فاسد. ونمشي أكثر من هك، إذا فاسد والبلاد فيها فساد وهذايا متفقين فيه، ولكن يوصل أنه الناس اللي تأول القوانين بغير تأويله. هو وصل قال في مناسبة أولى اللي أولوا القانون والفصل 80 على أنه انقلاب دستوري هذوما مجرمين. هذه حاجة مثلا. شوفوا معناها مع العلم هو معناها إنسان متخصص في القانون، وقت اللي جرم عملية هو مفروض يعرف شنو قاعد يقول، مش كيما مواطن عادي. في آخر طلة كرنفالية الأخيرة هذه الجميلة اش قال؟ قال الناس اللي جات وعملت الوقفة هذيك، المواطنين التوانسة ولا بعض السياسيين بعض النشطاء في المجتمع المدني فيهم مخمورين. يعني الراجل هذا إذا أنت معايا، شوف إذا أنت معايا واسمعوني مليح، معايا وتصفق لي وفمك سكت، تغزر لي، تحذر شنو أنا نقول، تتبسم لي وتقول لي يعطيك الصحة سيد رئيس الجمهورية، الأمر والطاعة. أنت تولي الشعب وأنت تولي يعطيك الصحة وتريد. ولكن إذا أنت عارضت أو أعطيت رأي مخالف أو أعطيت أي موقف، أنت تولي خارج عن الشعب بتاع سيد الرئيس وتولي إنسان أسوأ النعود تنجم تتنعت به. والتهم معناها التي يكيلها في كل مرة يظهر فيها حاجة خرافية. خرافية معناها تاخو وقت اللي تاخو الخطاب نتاعو وتستخرج
المصطلحات، لأن يسمح لي هنا تدخلي كهنا قبل ما أنا نولي مختصة في القانون ومحامية، أنا في أصلي تكويني لانجويست. تاخو الخطاب متاعه هو خطاب غريب، خطاب مرضي، فيه كان أسوأ أسوأ الأوصاف والتوصيفات والتعابير لشخص. نرجع لفكرتي باش ما نضياش فتلة الخيط. قلت الناس هذوما عندهم الخاصية الأولى إنهم يراو رواحهم هما الصالحين الخيرين الطاهرين الأنقياء المبشرين، والآخر هو الشرور وهو الظلامية وهو المفسد وهو المخطئ وغيره. النقطة الثانية والخصوصية الثانية للأشخاص هذوما، ما ينجموش بما أنهم يستثقوا حتى حد، حتى الناس اللي معهم. والدليل على ذلك الأحزاب والمنظمات اللي كانت خلال توا شهرين كانت معه، وبدأت الناس تنفض من حوله شيئا فشيئا، حتى آخر المجموعة التي حوله أنا متأكدة أنهم سينفضوا من حوله، سينفض الجميع من حوله، لأنه شخص ما يوثق كان في روحه. وكما قلت هالناس هذوما اللي عندهم هالخلل هذايا النفسي أنهم ما يوثقوا كان في رواحهم، أولا الآخر هو سيء بكل أشكاله إلا إذا صمت وحيا، والحاجة الثانية أنه هو ما يوثق كان في صنعة يديه. هذا يجرني الآخر جملة اللي يتهزنا للتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، اللي يقول لك تتخذ شكل مراسيم النصوص المتعلقة بي، بما أنه مازال أمر جديد أنا ما قمتش بدل ممكن فما 20 أو أكثر، يعني اختصاصات مشكلة ومنوعة. قد نقول للتوينسة يا توينسة تورا وشوف انتخبتوهم والبرلمان ماكم فديتوا منه، ما هو تعبوكم، ما هو رذلوا المشهد، ما هو فساد. وسيد الرئيس قال ياخذوا 50 مليون والكلام هذاك متاع الصحف ومتاع المجلات الصفراء. به رئيس الجمهورية هذايا، هذا الرجل وبدون أدنى مراقبة لا من أشخاص ولا من نواب ولا من هيئة وقتية، هذا الرئيس سوف ينظر في المعاهدات وفي تنظيم العدالة والقضاء وفي الإعلام والصحافة والنشر وفي تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات، في تنظيم الجيش الوطني، في تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة، في الحقوق في الحريات وحقوق الإنسان، في القانون الانتخابي وهذه الزبدة اللي حب يوصل لها رئيس الجمهورية، في الأحوال الشخصية، في الأساليب العامة لتطبيق الدستور، المواطنة، السلطة المحلية، الهيئات الدستورية، القانون الأساسي للميزانية، والقائمة طويلة. نعم. ولكن هو سيحدد مصير الشعب التونسي من الرضيع إلى الشيخ، وحتى الأجيال التي لم تولد سوف تتحمل عبء ما سيقوم به رئيس الجمهورية.